اليوم رح علمكم على فكرة كتير حلوة بالملقط، بس طبعا قبل ما بلش الفيديو أهلا وسهلا فيكم أحبائي. اليوم رح أقدم لكم كذا فكرة كتير حلوة، بتمنى من كل قلبي إنها تنال إعجابكم، وأهم شي ما تنسوني من اللايك والمتابعة حتى يصلكم مني كل شي جديد. بداية هون أحبائي، إذا بحل مثلا نحن أول شي مثل ما شايفين أنا عندي هون الملقط بهذا الشكل، دائما عادة أوقات بينكسر للأسف معانا الملقط بهيدي الطريقة، شايفين كيف هيدا الشكل، دائما بنعاني من هيدا الموضوع، وفي ناس كتير للاسف شو بتعمل؟ بترميهم او بتركبهم بطريقه كتير غلط، مثلا شو بيعملوا؟ فبيجيبوا اول ملقط بهيدي الطريقه، بنجيب الحديده وبنحطهم بهيدي الطريقه، مثلا اول شيء نعملها بهيدا الشكل، شايفين كيف؟ هيدي الطريقه، وبيرجعوا بيجيبوا الملقط الثاني بهيدا الطريقه. يعملوه بهيدا الشكل ونحطه هون على القاعدة، بحطوه بهيدي الطريقة، شايفين كيف؟ وبجيبوا التانية بيعملوها نفس الشكل بهيدا الشكل، شايفين كيف؟ هيك هيدي الطريقة كتير غلط، أما الطريقة الصحيحة كيف؟ ولا أسهل من هيك، بتجيبوا انتو الملقطين بهيدي الطريقة، شايفين كيف؟ بتعملوه بهيدا الشكل، وبتجيبوا الحديدة، طبعا هون أنا رح جلسها بهيدي الطريقة، ونحنا هون شو رح نعمل؟ رح ندخل الحديدة بقلبها بهيدي الطريقة، انتبهوا معي كيف بتحطوها بهيدا الشكل. هلا هون لما انتو تدخلوها رح تنفتح معانا بهيدي الطريقة، شايفين ولا اسهل من هيك؟ شايفين كيف؟ شفتوا كيف صارت معاي بهيدي الطريقة، وبتطلعوها لفوق بهيدا الشكل، طريقة كتير سهلة واعتمدوها احبائي، شايفين كيف؟ يعني هون ما اخذت معانا وقت مثل اللي قبل، طريقة كتير حلوة واعتمدوها، عن جد فعلا فعلا كتير حلوة وكتير سهلة، طبعا انا شرحتها على طريقة كتير مبسطة عشان انتوا تنتبهوا لها. رح ننتقل للفكرة اللي بعدها. الفكرة اللي بعدها كتير حلوة، مثلا إذا بحل مثلا ما بدك تغلطي بين ملاقطك وملاقط جارتك أو ملاقط بنت عمك أو ملاقط سلفتك، ما عليك إلا تعتمدي هيدي الطريقة، بتجيبي كل لونين بهيدي الطريقة بتعمليهم بهيدا الشكل، الأحمر على الأخضر، طبعا هون بس يكون أنت بالك فاضي وبتحطين بهيدا الشكل، صدقيني هون أنت رح ترتاحي وهيك ما رح تتخانقي لا أنت وجارتك ولا أي حدا، فاعتمدوها طريقة كتير حلوة بهيدا الشكل، شايفين هيدي الطريقة. هلا مثلا نحط الاصفر على الاخضر والاخضر على الاصفر، فبهيدي الشكل انت بترتاحي وبتريحي راسك، فاعتمديها لهيدي الطريقه وكتير حلوه احبائي. شفتوا كيف بيطلع منظرهم كتير حلو؟ فكتير حلوه وانا دائما بعتمدها خاصه بملاقطي، شايفين كيف؟ طريقه جدا رائعه وجدا حلوه، وطبعا بس بكون وقت فراغك ما عندك شيء انت واختك او انت وبنتك او اي حدا، فاعتمدوا على هيدي الطريقه وكتير حلوه وعمليه وبنفس الوقت انك بتسلي فيها، فاعتمديها. شو رايكم؟ حبيتوهم؟ اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، واذا وصلتوا معي لحد هلا بالفيديو ما تنسوا تدعموني باللايك. خلونا ننتقل للفكره اللي بعدها. للاسف امرار كتير للاسف اولادنا هيدي اللي فوق بيضيعوها، اليوم رح علمك على طريقه كتير حلوه، اذا بحال مثلا انت بدك تكتبي او مثلا ابنك بده يكتب، رح فرجيكم قدام عينكم كيف نحن رح نمحي الرصاص بطريقه كتير سهله. هلا هون مثل ما شايفين انا هون عملت شحطار بهيدي او خربشت، شو بتعملوا؟ بتجيبوا الاستيك او المغايطه بتحطوها من فوق بهيدي الطريقه وبتصور تلكوها بهيدا الشكل، طريقة كتير حلوة احبائي فاعتمدوها، كأنه هون مثل المغيطة تماما، لا راحت ولا اجت، إذا بحال انتو ما كان في عندكم شو محاية، شايفين كيف؟ بهيدا الشكل. وهلا مثل ما شايفين هون أنا شحطرت، فهون رح يروحوا بكل سهولة، شايفين؟ مثل المحاية العادية، كأنه نحن محينا، يعني أنا هون مثل ما شايفين، شايفين؟ للمصداقية، فاعتمدوها بطريقة فعلا حلوة وكتير اعتمدوها. هلا هون كمان للمصداقيه، شايفين؟ احسن في منهم بيقولوا لي قطشت الكاميرا ومش عارفه شو، فهي قدام عينكم. شو رايكم؟ عن جد فعلا طريقه غير الشكل، اعتمدوها. رح ننتقل للفكره اللي بعدها. عندك اللمامه او التيتي، اليوم رح علمك على طريقه كثير حلوه، ما عم بتقيم غبره، ما عم بتقيم الاوسخ عن الارض، اليوم رح علمك على طريقه كثير حلوه شو بتعملي. انا مثل ما هون مثل ما شايفين انا عندي هون اللمامه بهيدي الطريقه، شو رح تعملي؟ ولا اسهل من هيك، بتجيبي شوية مي هيدا الشكل وبتحطوه عليها من فوق بهيدي الطريقة، شايفين كيف؟ هيدا الشكل، طبعا ميات الباقيين رح نكبهم
هلا هون نحن شو رح نعمل؟ رح نسكرها، شايفين كيف؟ ورح فرجيكم انه كل الاوسخ اللي على الارض بتنشل ليه؟ لانه المي، يعني طبعا احنا لما نعملها هيك الغبر وين رح تعلق بالمي، فاعتمدوا هاي الطريقه وكتير حلوه. شوفوا معي كيف رح اعملها. هلا انا عندي هون، هلا رح تشوفوا كميه الاوساخ اللي رح تطب بقلبه. فعلا فكره جدا رائعه، واعتمدوها انتوا بقلب بيتكم. هلا هون رح نفتحها لايكوا الاوساخ ونطبوا، شايفين كيف؟ فاعتمدوها طريقه جدا رائعه. عندك صابونه بتحسيها هيك تشتش من المي اللي رح عملك، على فكره بتاخذ العقل دائما اعتمديها. شو بتعملي؟ اذا بحال مثلا عندك هيك فتحات مثلا بيظهر صراصير او اي شيء، ما عليك الا تعتمد هيدي الطريقه وبتحطي صابون بهيدا الشكل عليها، هون بيتسكر. اذا في مثلا بيت نمل او اي شيء، فبتعتمد هيدي الطريقه، كتير حلوه وكتير جيده. فاعتمد بفكره رائعه ودائما اعتمديها بكيس البصل، اوعي ترميه، يمكن عن جد في امرار بتحتزي. اذا بحال انت ما عندك لا ليفه ولا سيفه وما عندك مثلا سلك المواعين، بطريقه كتير حلوه اللي بتجيبي كيس البصل، في له كتير استخدامات، بتفركي فيه الغاز هيك ساعتها هون ما رح ينجرح معك. امرار نحن بس نفرك بالسيفه للاسف بينجرح، بهيدا الشكل رح ينضف معانا بهيدي الطريقه ورح ينشل كل الاوساخ. حبيتوها؟ ما تنسون اللايك والشير والكومنت. عندك اسفنجة بقلب البيت، اليوم رح نقيم منها الأتربة، الأتربة الصعبة يلي ما بتنقب بسهولة. أنا عندي هيدا الباب المطبخ دايما بيصير هيك فيه، فعلمناه بهيدا الشكل ورح نقص للاسفنجة بهيدا الشكل. بتمنى إذا عجبتك فكرة تعملي لها لايك وشير، وكمان ما تتركي عندك، خلي الكل يستفيد. هلأ من بعد ما أنا قطعتها بهيدا الشكل رح اتليها مي ورح نمسحها بهيدا الشكل. صدقوني مرة اثنين ثلاثة بتطلع نظيفة نظيفة. عملناها مرة واثنين ثلاثة، رجعت جديدة من أول وجديد. بشوفكم بفيديو جديد، شو رأيكم؟ عندك كنزة قديمة اوعي ترميها، اليوم رح علمك على فكرة كتير بتعقد، خاصة هيدي للمحجبات. بداية أنا عندي هون الكنزة، قصيت الكمام مثل ما شايفين، وهلأ أنا رح أخذ القياسات على المظبوط. أقولكم شو عم بعمل، هلأ رح تشوفوا. من بعد ما أنا أخذت القياسات، أنا عندي هيدا المنديل كتير بيستخدمه لقصص أنا مثلا بس بدي زين فيها أي شيء. رح ناخذ الشريط من تحت ورح أخذ مقاس الكم من تحت. أنا هون عم بعمل زنود للدين. أمرار كتير مثلا في اشخاص كتير مثلا بيصوروا فبيلبسوا كنزه بطريقه كتير حلوه. هلا نحن شو رح نعمل؟ رح اصلا لما قصينا الكمام نحن عملنا زنود، رح ندخل ايدنا بقلبها، رح تطلع شكلها كتير حلو مثل هيدا الزند اللي انا لبسيته بايدي. شايفين كيف؟ طريقه كتير حلوه واعتمديها. شو رايكم؟ حبيتوها؟ انطروا الجزء الثاني حتى تشوفوا شو عملت انا بالباقيين. ما تنسوني احبائي من اللايك والشير والكومنت.